عاد منتخب مصر لرفع الأثقال إلى منصة التتويج بقوة بعد غياب أكثر من عامين لتسطير الأوناش المصرية على الميداليات في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستضيفها اليونان مطلع الشهر الجاري. وتوج شباب الفراعنة بعشر ميداليات متنوعة بواقع أربع ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية، حيث حقق كل من نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وياسر أسامة ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وبرونزيتين، وفاز محمود جمال بميداليتين ذهبية وبرونزية، وأخيراً حقق محمود حسني ميداليتين فضيتين. كانت شمس الأثقال المصرية قد أشرقت من جديد في سماء البطولات الدولية، وحقق منتخب مصر لرفع الأثقال ثلاث ميداليات متنوعة في أول ظهور له بعد الإيقاف، في رسالة قوية تؤكد أن أوناش الفراعنة عادوا من جديد. ميداليات مصر حصدتها نعمة سعيد في منافسات وزن 64 كيلوغرام في بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخراً بأوزباكستان، والتي شهدت أيضاً مشاركة كل من محمد إيهاب وعبدالله جلال وأحمد عاشور وكريم كحلة وأحمد جابر وحليمة عبد العظيم. كانت فرحة كبيرة لدى الجميع في الوسط الرياضي بصفة عامة ورفع الأثقال بشكل خاص بعد انتهاء الإيقاف عن رفع الأثقال المصري والعودة للمشاركات الدولية، خاصة وأن أوناش مصر هم أصحاب السعادة في الألعاب الفردية والأكثر تتويجاً بالميداليات سواء في البطولات القارية والعالمية أو دورات الألعاب الأولمبية. وعلى مر تاريخ رفع الأثقال المصري يوجد سجل كبير من الإنجازات للعديد من أساطير مصر في اللعبة والذين حققوا بطولات لن تنسى وستظل ساطعة كالشمس في سجلات الرياضة المصرية والعالمية. شباب رفع الأثقال خير دليل على عراقة اللعبة في مصر، وتواصل الأجيال لتظل راية الرياضة المصرية عالية خفاقة في كل المحافل القارية والعالمية.